مشاهدي قناة ديسكو أمين تيفي، مرحبا بكم أينما كنتم من مدينة طنطان مع الشاعر الحساني والفنان المقتدر الصحراوي في مشاركتي بمدينة العيون في حفل كبير بمشاركة حضور لأبرز الشخصيات عن ربوع المملكة لتكريم الشيخ أرباص الشيخ مهلعينين. وتفضل الفنان الفقير الحبية في نصة ليسمع الحضور كلمات الشعرية الحسانية ومجد في المحبة والولاء للعرش العلوي المجيد. لنتابع بعد الفاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين. سلام على الأحباب في القرب والبعد، سلام كما هب النسيم على الورد. أنا حقيقة أشكر السيد الأستاذ المحترم حسن سيد عثمان اللي قال كامل حق شيخ أرباص. أنا ما بدي نقول شعر، لكن إن شاء الله أنا نحكي قصائد لأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصر الله وجهه. قول يا الملك اللي قد تسمع بيك، يا الملك اللي قد تسمع بيك من الروم وشافك بيديك، تشير لشعبك إن جيت يعرف عنك ملك أكبر من ملوك العالم والبيت، عدل منهم واستبصر وزين شوفه والفاتح ليه، أظهروا لله يظهر فيك بيان عنك مليك شريف كبير ومقدر عند الله، ولا قطع عليك رئيس دولة دارك بالشر ما درته بالخير يزيد بالخير وتفنى منتصر. ويا المليك، ويا المليك اللي في السلطان، يا المليك اللي في السلطان يلي فيدك من مولانا، نعتني بالشعب والوطن والفقراء والفنانة، ومن يوم تربعت في الأركان على عرشك في مكانة، ذاك العرش اللي عيمان تنعد بعشرين سنة من حكمك، وانت في العمران تبني وتحقق رجانا، نصر من الله الصبحاني الملك الخيرك جانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.